بعد أيام على كشف أمر الفيروس الذي أصاب أجهزة حاسوب مفاعل بوشهر النووي الإيراني وحواسيب بعض العاملين فيه، بدأت في الظهور ادعاءات بوقوف أجهزة استخبارية أجنبية وربما إسرائيلية خلف ذلك، بل أن جهات إسرائيلية بدأت تسريب معلومات ليس هناك من يؤكدها حول ما وصلت إليه الحرب السيبرنتكية بعد كل التطورات السابقة في الحرب الإلكترونية.